أطلقت مصر مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، والتي تهتم بفترة حمل المرأة بالإضافة إلى أول عامين من حياة الطفل. تستمر المرحلة الأولى من المبادرة لمدة 9 أشهر، تشمل 10 محافظات. وللمزيد حول هذه المبادرة ينضم إلينا محمد الخطيب، مراسل التلفزيون المصري. إليك محمد. مشاهدينا الكرام، بعد التحية، بالفعل نقف أمام هدية رئاسية جديدة تتمثل في إطلاق المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية. هذه المبادرة هدفها هو تهيئة جيل جديد سليم وصحي ومعافى نفسيا وجسديا من خلال دعم المرأة المصرية بداية من فترة الحمل وبعد الولادة إلى أن يصل عمر الطفل إلى 2. يمكن سميت ذهبية لأن 85% من القدرات النفسية والقدرات الجسدية لدى الطفل تتكون في هذه المرحلة الهامة من المبادرة. منذ قليل بالفعل انتهى المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المبادرة الرئاسية، وتطرق إلى العديد من النقاط الهامة، من أهمها بالتأكيد ضرورة مراعاة فترات الحمل والابتعاد عن الولادة القيصرية وضرورة يعني الرضاعة الطبيعية، هذا فضلا إلى الدورات التثقيفية والتدريبية للأسرة المصرية. أيضا المؤتمر تطرق في لقاءاته التي أجريناها منذ قليل أيضا مع منظمة الصحة العالمية في مصر والقطاع المصرفي في مصر، والذي أكد أن هناك مشاركة كبيرة للتدريب والتثقيف للأطباء الموجودين في المحافظات المصرية والممرضين ليكونوا مستعدين لتقديم المشورة للأسر المصرية التي تحتاج إلى رعاية. أيضا دور كبير يلعبه القطاع المصرفي في هذه المبادرة، نتحدث على أكثر من 30 بنك مشارك في هذه المبادرة، يقدم الدعم المادي من خلال تجهيز المستشفيات وتجهيز المراكز الخاصة بتقديم المشورة للأسر المصرية في جميع المحافظات المصرية. نحن بالفعل أمام مبادرة قوية وأمام مبادرة هامة تستهدف بناء الإنسان المصري، والتي تأتي في إطار الاستراتيجية المصرية للجمهورية الجديدة. يمكن هذا ما دار أو ما كان لدينا من جديد داخل المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسر المصرية، وأعود لكم مرة أخرى.